السلام عليكم، معكم محمد عبد القادر. احنا النهارده في وادي النطرون بنصور 5 فدان مانجا. المانجا كلها كيت في عمر 3 سنين وفي عمر سنة وفي عمر 2. بالنسبة للأرض تربة رملية زي ما انتم شايفين، تربة رملية ملوحة المية 700 موقع محترم. كيلو ونص من الأسفلت الفرعي بالنسبة للمية والكهرباء مشتركة على 20 فدان. ده المحول الكهرباء خاص بالأرض، الأرض فيها مية وفيها كهرباء ما فيهاش استراحات. ال20 فدان كلهم مانجا، 5 فدان بس اللي بينباعوا. عمدان الكهرباء دي في الأرض، دي تبع الأرض اللي هي جاية من المحول، توزيع الكهرباء على الأرض. مطلوب 400 ألف للفدان، فرصة للي بيشتري في الأسعار اللي بتعلى كل يوم. موقع محترم وفرصة للي بيشتري. الفرصة دي مش هتطول كتير، بينك وبين الخدمات حاجات بسيطة، بينك وبين الخدمات حاجات بسيطة. بالنسبة شوية العفش دول والحاجات دي ملهاش لازمة ولا أي حاجة خالص، يومين ثلاثة العمال ينضفوا الكلام ده كله. ناس كتيرة بتكلمني عاوزة تعرف أي أرض مصورة وش المية. هنا وش المية 17 متر، وش المية في المكان هنا 17 متر. يا ريت تدعمونا باللايكات، واللي مش مشترك في القناة يشترك، مش إجباري. تبني لك استراحة مفيش أي مشاكل، كهربتك وميتك موجودة جاهزة. المساطر دي كلها ممكن تزرع عليها أي محاصيل أنت عاوزها، تعرض المساطر دي وتشتغل. شبكة جديدة خرطوم واحد، هتعوز طبعا كمان سنة كمان خرطوم. شوية النظافة مش هياخدوا معاك وقت. ده الجير الابيض ده عشان السوس وعشان اي امراض، بيلون المانجا.
يا رب الفيديو يكون عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم.